بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة إن شاء الله عن الفيلاريا، عن ديدان الفيلاريا. ديدان الفيلاريا كلها بتدرع صور فاميلي فيلارويدي. ذيس وورمز بتعيش فين؟ بتعيش في البودي كافيتس، في البلاط، في البلاط فيسلز والليمفاتيك فيسلز والكونيتيف تيشيو وأحيانا في السكين، إنما لا تعيش في الجهاز الهضمي ولا تعيش في اللنج. بتعيش فين؟ في البودي كافيتس، في البلاد فيسلز، في الليمفاتيك، في الكونكتيف تيشو، في الابيثيليال سيلز. احيانا بتبقى ديدان خيطيه، ثريد لايك وورم، لونج اند ثين، نو بقل كبسول، نو فالانكس. الاسوفاجس از سيلندريكال تايب. الميل اقصر من الفيميل وله اتنين ان ايكوال اند سيميلر سبيكيول. الفيميل بتنزل، الفيميل بتنزل لارفي، اللارفي اسمها ال وان، لارفي ال وان بنسميها مايكروفلاري، بنسميها ايه؟ مايكروفلاري. مايكروفلاري المايكروفلاريا دي احيانا بيكون عليها شيز او ما عليها شيز. لو عليها شيز بنسميها شيز دي ميكروفلاري، لو ما عليهاش بنسميها انشيز دي ميكروفلاري. هذه الميكروفلاري اللي بتمثل ال 1 بتبقى موجوده في البلط، في الليمف، في او في مكان الليجو، علشان ياخدها بلاد ساكينج انسكت لازم حشره تاخدها، حشره مصل الدم تاخدها. بنقول ان الميكروفلوري اللي موجوده في البلاد او في التيشوز او في السكين لازم ياخدها بلاد ساكنج انسكت. بتاخدها ليه؟ عشان تعمل جواها ال 2 وال 3، ال 3 اللي هي الفيلاري فورم لارف. بتسيب البودي كافيتي بتاع الانسكت وتروح على البروبوسكس بتاع على بقها، وفي هذه الحاله بتصبح الانسكت قادره على اصابه، على إصابة حيوانات أو إنسان بديدان الفيلاري أثناء بلاد، أثناء عملية البلاد ساكينج. يعني تاخد دم وتحقن في الحيوان أو في الإنسان اللي هي الإيه؟ الإل 3. يبقى الإنفكتيف ستيج هنا مين؟ إل 3. المود أوف إنفكشن باي إناكيوليشن أوف إل 3 إن ذا فاينل هوست باي بلاد ساكينج إنسان. احيانا الميكروفلاريا بتكون موجوده بالنهار بنسميها دايورنال بيريوديسيتي، او في بعض الاحيان بتكون موجوده بالليل بنسميها نوكتورنال بيريوديسيتي. اول فاميلي اسمها فاميلي سيتاريدي، هناخد منها جينس استيفانوفلاريا. استيفانوفلاريا، استيفانوفلاريا ستايليزي واسيمنسيس واستيفانوفلاريا الزهيري. بتعيش في الابيثيليال layer of skin of cattle, buffaloes and goats. بتعيش فين؟ في السكين، في الابيثيليال layer. الفينوس بتاعها مين؟ الكاتل، البافلو، الجوت، الهابيتات، الابيثيليال layer of the skin. زيها زي الفيلر، زي الفيلر العادية تبقى سمول ثريد لايك زي الخيط. الميل 3 سم، الفيميل 8.5 سم. الانترميديت هوست اللي بينقلها او الحشره اللي بتنقلها الذباب من نوع ليبروزيا وستيموكسوس كالسيترانس اللي هي ستيول فلاي والهورن فلاي. بتقف الذبابه على الحيوان المصاب على الليجن، بتاخد منه الميكروفلاريا، تعمل جواه ال 2 وال 3، ال 3 تطلع على البروبوسكس اللي هو فم الذبابه، تروح هنا في حيوان تاني او في نفس الحيوان. اللوجن اللي بتعمله، بتعمل درماتيتس وبتعمل لوجن اسمه كاسكادو. كاسكاد بيبدأ بسمول بابيولز تكبر في الحجم، يونايت اند كولكت تولش اذر فورمينج لارج ألسريشن، وبتعمل كراست، يعني بتعمل ألسر عليه كراست
الكراست اللي تحتها الميكروفلاريا والادلتور. هذا الليجن اسمه كاسكادو، بيكتر في الصيف ويختفي في الشتاء. ده منظر الكاسكادو، أحيانا قطره بيوصل لحتى 25 سم، أحيانا قطره بيوصل لحتى 25 سم. الدياجنوزيس بتاعها بناخد سكين سكرابينج من الليجن الموجود بعد ما بنشيل الكراست، لنقدر نفحصه تحت الميكروسكوب نلاقي فيه الميكروفلاريا بنلاقيها موجود. الورم التاني اسمها ديبترونيم او اكانسوكرونيم دراكونكيولايدي، ديبترونيم دراكونكيولايدس دي موجودة في البروتينية الكافيتي اوف دوج اند هايي، زيها زي الفلاري العادية ولها انشيز دي مايكروفلاري. والفلاريا الميكروفلاريا لا توجد في البلاط. النوع الثاني ديبترونيما روكونديتا موجودة في البودي كافيتي والكيدني والسكوتينس كونكتيف تيشو اوف دوج، الميل سنتي وثلاثة من عشرة، الفيميل 2.4 سم. المايكروفيلا بتاعتها لها بطن هوك تيل. اللايف سايكل ده بيتعدي من 2 اندايركت، الانتر متوسط الفليز البلاغيت والهارد تك من نوع ريبوسيفلس سبيش. البريمتنت بيريود 65 يوم. ديبتلونيما افنسا دي موجودة في الجمال، فين في الجمال؟ في البالمونري والاسبرماتيك والاوفيريان ارتريز والليمف نود في الجمال. الميل طوله 9 سنتي، الفيميل طولها 19 سنتي. اللايف سايكل اندايركت وبتحتاج البعوض الموسكيتوز من نوع اييدس اييدس ديتيرتس. اللايف سايكل بتيجي البعوضة تقف على الجمل المصاب تمص دم في ميكروفلاريا، الميكروفلاريا جوه في داخل البعوضة تتحول تبقى L2 تبقى L3، L3 تهاجر للبروبوسكس بتاع البعوضة لبقها وتبقى قادرة ويحصل لها inoculation في الحيوان أثناء جلسة بالمولف infection by inoculation في L3 by Aedes aegypti in camp. مشاكلها بتعمل arteriosclerosis parasitic orchitis aneurysm في السبرماتيك أرتر. الفيمل التانية فيمل فيلاريدي، هناخد منها دايروفلاريا. دايروفلاريا اميتس، دايروفلاريا اميتس بتعيش فين؟ بتعيش في الرايت فينتريكل والبالمونري ارتري اوف كاناي زي الدوج والكات والفوكس والولف واحنا في الانسان. ده شكلها، الميل 15 سنتي، الفيميل تقريبا 30 سنتي. بتعيش فين؟ في الرايت سايد اوف هارت، في الرايت فينتريكلز والبلمونر ارت. دي منظر الرايت، ده منظر الميكرو فلوري عموما في البلاط، بيبقى طلع حوالي 42 مايكرو. برضه الميكرو فلوري في البلاط، مايكرو فلوري البلاط بتبقى موجودة بين الخلايا وبعضها. زي ما قلت لكم كده، بنلاقي ان الميل 15 سنتي، الفيميل 30 سنتي. ثريد لايك وورم لونج اند ثين. اللايف سايكل بتاعتها، الفيميل اللي هي موجودة في الهارت في الرايت فينتركلز بتطلع مايكروفلاريا اللي هي L1، L1 دي بتمشي في الدم، دي موجودة في الدم لها ديورنال بيريوديسيتي. بيجي الانترميديت هوست اللي هو الموسكيتوز او الفليز يمص الدم اللي فيه ميكروفلاريا، ده ياخد الميكروفلاريا مع الدم اللي مص يتحول جواه ل L2 و L3
بتصبح الموسكيتوز والفليز قادرين على الإصابة على أنهم يعدوا حيوان تاني عندما توجد ال L3 فين؟ في إنذار بروبوسكس في المواصفات بتاعها. The mode of infection by inoculation of L3 by mosquitoes or fleas in dogs or in the final host. After inoculation L2 L3 بيحصل لها بتهاجر في السكوتورس كونكتيف تيشو تبقى L4. الأربعة توصل الهارت توصل البلاط والبلاط يوديها للهارت وفي الهارت تستقر في الرايت فينتريكلز وفي البالمونر الأرض ذا بري بيتنت بيريود 6 شهور. ممكن يحصل ترانس بلاسينتال ترانسميشن الباسونيسيس من مكانته ومن مكان وجودها. هي موجودة في الهارت بتعمل معظم المشاكل دي في الهارت، بتعمل سيركيولاتري ديستربانس interfere with function of heart valves pulmonary hypertension في الكرونيك انفكشن بتعمل liver enlargement ascites dark urine ممكن تعمل thrombi وممكن تعمل infarction ممكن تعمل pulmonary infarction ممكن تعمل granulomatous reaction. يعني في منتهى الخطورة تشخيصها ان احنا بنعمل ايه، بناخد نقطة بناخد عين الدم ونفحصها تحت الميكروسكوب بنلاقي فيها الميكروفلاري. اذا كانت متحركة تبقى بتاعت الدايروفلاري اميتس، اذا كانت غير متحركة تبقى بتاعت الايه الانواع اللي قبل كده اللي هي الايه ديبترونيما ركونديتا مثلا. انما لو متحركة تبقى بتاعت الايه الدايروفلاري اميتس. علاجها هما بيقولوا لا في المكتين بس، الحاجات كلها يعني نون افكتيف. ده لان لو ماتت بتعمل مشاكل اكتر وشيلها جراحيا مشكله، فدي مشكله. لا العلاج بالجراحه بينفع، محتاجه اوبن هارت. من اللي يعمل اوبن هارت في الحيوانات؟ الدودة التانية اسمها لوا اي وورم اوف افريكا، موجودة في السوق كلنا كنا تفتشوا والآي أوف مان والمانكيز والبابون. سريد سن الميل 3 سنتي، الفيميل 7 سنتي. ديورنال أكتيفيتي ميكروفلاري، دي منظر الدودة وهي في العين. بتحتاج لإنترنت توصل للكرايزوبس، دي ذبابة لونها بني وكبيرة في الحجم اسمها كرايزوبس. البريبتنت بيريود بتاعتها 1 year واللايف سايكل زي اللي قبلها. مشاكلها بتعمل ايه؟ كريبنج نديول او كريبنج اتش كوز نديول ان سكين حوالي 3 سنتي، يعني السيكنس بتاعها حوالي 3 سنتي. بتعمل مايجريشن اندر ذا سكين، بتعمل كريبنج اتش في السكين وفي الارض. جينس بارافلاريا، بارافلاريا مالتي بيلوزا، دي موجودة في الخيول في السبكوتينيوس والانتر ماسكر كونكتيف تيشو في اكواي. برضو وايت لونج ثين، الميل 2.8 سنتي، الفيميل لحد 7 سنتي. الانتر ميوتوس بتاعها البلاس ساكنج فلاي زي الاستموكس كاسترانس وزي السيفون الهيماتوبيا اريتنس. اللايف سايكل زي اللي قبلها، بتقع في الذب، بتقع في البعوض، بتقع في الذباب على الحصان المصاب او الدنك المصاب. بتاخد البلاط اللي فيه ميكروفلاريا تحول جواها تبقى ال2 وال3، ال3 تجي على البروبوسكس بتاعها، تروح الذباب حالا ال3 في حيوان تاني او في نفس الحيوان بيحصل له اصابة. بتعمل سوكوتينيوس نيريوز، بتظهر فجأة وتتفتح والدم يخرج منها، تعمل بليدنج وتلتئم تاني، عشان كده بيسموها
فيلاريا هيموراجيك. يلا زي ما قلتها لكم كده، النوع التاني من البارافيريا، بارافيريا بيفوكولا، في الساقطون سكون في التيشو وفي الكتل، بتعمل هيموراجيك نوديوز في السكين الانتر متوسط الماسكا سبيشيز، زي الايه زي الماسكا وزي السموفكاس ترانس وزي الهيماتوبيا اريتانس. الفلاي بتاخد الميكروفيريا اثناء البلاد ساكنج، بتحاول جواها تبقى L2 وL3 خلال اسبوعين، بعد كده بتقف هذه الذباب على حيوان تاني تروح حقنة فيه ال L3. ال L3 مايجريت سوماتيكالي في الصفقات وتبقى أضل خلال 160 يوم أو لحد 250 يوم. هناخد صور فاميلي جديدة خالص اسمها دراكون كيوليتي جينيا وورم أو المدينة وورم. هناخد منها جينس دراكون كلاس، دراكون كلاس ميدينينسيز، ودي موجودة في المدينة المنورة بيسموها جينيا وور أو مدينة وور. البرازيت ده بيصيب الساقطون سكونة تفتيش أوف مان هورس دوج كاتل أند أذر أنيمالز. النيل 4 سنتي، الفيميل 400 سنتي، يعني قد مطمر. نو فالفا، ملهاش فالفا، لها 6 سيفاليك وبالي ارينجد ان 2 سيركلز ان ذا انتيرير اند. اللايف سايكل بتاعتها الادلت فيميل موجوده في ساقين اسكنه تفتيشه خصوصا في الليك في منطقه الفوت، في الفوت من تحت، في الفوت من تحت خالص لما تيجي ان كونتاكت وذ ووتر اليوترس بيحصل له برولابسنج من الماوس، يحصل رابشر يطلع عدد كبير جدا من اللارفي اللي هي ال L1، L1 كوما شيب بنسميها مايكروفلاب. لما الأضلط في ميل بتخرج الميكروفلاريا الجرح بيلم زلارفي حجمها من 5.7 ملي كوما شيبت برود انتيريورلي اند هافينج لونج سلندر تي. هذه اللارفي او الميكروفلاريا اللي بيقول لما موجوده ديت موجوده لما بتنزل في الميه بياكلها السايكلوب، السايكلوب ده اللي هو بيرغوط الميه، لما بياكلها السايكلوب بتعمل جواها L2 وL3، L3 يضطر المعد. بعد كده بيجي الإنسان يشرب أو الحيوان يشرب المية اللي فيها سايكلوب ديتي، فبياخد بياخد معاه السايكلوب المصاب اللي فيه ال L3، ال L3 اللي موجودة في السايكلوب. ال L3 اللي موجودة في السايكلوب بتخترق الانتستين مايجريت سوماتيكالي لحد ما توصل للساقطون سكونكتيف تيشو especially في الليكس. دي منظر الفيلم طلع كم سنتي؟ 4 متر، 400 سنتي. الميل قد ايه؟ 4 سنتي. دي النديورز او البلاسترز اللي هي بتعملها، بتعمل بلاستر يعني فوق فيها كده او بقبيشة، بعض الناس بيسموها بقبيشة او البعض الاخر بيسموها ايه فوق فيها بالمنظر ده، بلستر حراق عامل زي الحراق بالظبط. الفيمال اثناء المجرش بتاعتها بتعمل allergic reaction، بيحصل رش ونيزي وظهرية ولوكالايز دو ديما. بتفضل الفيميلز الموجودة في البلستر ده ممكن لحد سنة أو أكتر لحد ما يحصل كونتاكت مع الميه ويحصل لها رابشر وتخرج وتخرج. لما بيحصل رابشر البلستر دي الالرجيك رياكشن بتنتهي والبلستر بيخف.
الدياجنوزيس بيعتمد على الكلينيكال سيمتومز الريد بلود فيولز، او ان احنا بنجيب الشخص المصاب ده بنحط رجله في الميه فالفيميل بتطلع بنبتدي ناخد من الميكروفلورا اللي موجوده فيه ونشخصها. التريتمنت بتاعتها بتعتمد على ان احنا بنجيب ميه نحطها على الجا على البريسلر اللي موجوده في الفيميل بتطلع، بنروح ماسكينها ولافينها على ستوك على حاجه زي كابريت كده ونلفها كل يوم شويه كده لحد ما نخلص من الدولار كامله. بعض الناس بيحقنوا 1% ميركوري كلورايد، ده بيسهل عملية الاكستراكشن. وبعض الأدوية زي السيفندازول بتقتل الفيميلز وتخليها تطرد لوحدها.